مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم لمحة عن رياح البوارح. رياح البوارح هي رياح شمالية غربية شديدة الجفاف مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. لكن كيف تنشأ رياح البوارح؟ وفي أي فترة تنشأ رياح البوارح؟ رياح البوارح عادة تنشأ في الفترة اللي بيكون فيها مرتفع جوي موجود في شرق البحر المتوسط، وأيضا عند بداية تكون منخفض الهند الموسمي أو المنخفض الموسمي، عندما يصل امتداد هذا المنخفض إلى منطقة الربع الخالي والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية. وجود هذا المنخفض هنا وهذا المرتفع هنا يؤديان إلى اندفاع رياح شمالية غربية جافة أحيانا تثير الغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. رياح البوارح عادة تؤثر على المناطق الشرقية وتصل أحيانا إلى بعض المناطق الوسطى، وأحيانا تصل إلى الكويت والبحرين والعراق، وأحيانا أيضا إلى الإمارات. لكن فترة حدوث البوارح تحدث في شهري 6 و7 من العام، أي في شهري يونيو ويوليو. مشاهدينا شكرا للمتابعة. مزيد من الاستفسارات أرجو الدخول إلى موقع طقس العرب، وشكرا للمتابعة.